إذن كيف ما لاحظتوا معنا وتبعتوا معنا، التجمع الوطني للأحرار كيعيش واحد العهد جديد بطريقة تدبير جديدة كلها دينامية وحيوية ومعقول وأغرس وأغرس. تم تسطير عدد من الأوراش اللي منذ رئاسة السي أخ النوش التجمع الوطني الأحرار، وهو تيدفع بالشباب وبدور المرأة داخل اولا الحزب ديالنا ثم داخل الوطن، باش تكون عندها المكانه اللائقه بها، اولا كمناضله، اولا كامراه معطاءه، ثانيا ثالثا كامراه عندها قوه اقتراحيه، وصبح من الضروري والمؤكد اخذ باعتبار الراي ديالها وهذه المكانه ديالها. فخلق هذه المنظمات الموازيه ديال الشباب وديال المرأة أعطى واحد الشحنة، واحد دفعة قوية للحزب ديالنا، وإن شاء الله غادي نعيشوا واحد المحطة جد مهمة على إثر إعطاء انطلاقة القمة، قمة المرأة التجمعية إن شاء الله يوم السبت 24 مارس، أولا على هامش احتفالات باليوم العالمي للمرأة، ثانيا اللي وضع الصورة الحقيقية ديال المرأة التجمعية، مرأة قادرة على كذلك تحمل المسؤولية، مرأة واعية بتحملها تلك المسؤولية. وإن شاء الله غادي يكون من خلال ذاك الورش اللي كترأسه الأستاذة السيدة الوزيرة المحترمة أمينة بالخضرة 10 محاور عندها علاقة بمحاربة الأمية، محاربة كذلك العنف، وكذلك دور الرياضة وما لها من مزايا بالنسبة للمرأة، إلى غير ذلك أوراش متعددة. وهنا بغيت نحيي السيد الرئيس لنا عطينا كل إمكانية تسهل كل الأمور باش أننا نزيدوا إلى الأمام. إذا أكادير اليوم هي عاصمة التجمعيين، أكادير إن شاء الله اليوم غادي تخرج واحد نظرة جديدة وصورة جديدة اللي غادي يمشي بها الحزب إن شاء الله حتى المحطة 2021 اللي إن شاء الله غادي نكونوا فيها احنا الرائدين.